حكومة أخنوش تؤكد أن الحوار متواصل مع النقابة التعليمية لتبديد المخاوف واستئناف الدراسة. إسبانيا ترسل سفينة حربية إلى جزيرة النكور المحتلة تزامنا مع زيارة ألباريسا إلى الرباط. وزير الصحة يفجرها، مابقاش عندنا الحق نقول للمواطن المغربي سير جيب الماتريال ديالك للعملية وأجي نفتح ليك. خبر جدا مفاجئ، المغرب ضمن أكثر 10 وجهات الأكثر بحثا عنها عبر محرك البحث جوجل خلال سنة 2023. حكومة أخنوش تؤكد أن الحوار متواصل مع النقابة التعليمية لتبديد المخاوف واستئناف الدراسة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس إن الحكومة عبرت منذ البداية عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابة التعليمية، وقد أعلنت عن تجميد نظام الأساسية على أساس معالجة مختلف النقاط الخلافية فيه في أجل لا يتعدى 15 يناير المقبل. وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس أن الحوار مع النقابات أسفر عن اتفاق 10 دجنبير، والحوار متواصل من أجل تبديد التخوفات المرتبطة بالنظام الأساسي بهدف عودة استقرار الموسم الدراسي واستئناف الدراسة بشكل طبيعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة حاورت النقابات وتدارست جميع النقاط الخلافية التي عمرت لسنوات، وكان الارتباط بالتعويضات والترقيات، وتم التوصل إلى اتفاق والنقاش لازال مستمرا لكي ندرس هذه التخوفات المرتبطة بتجويد النظام الأساسي لحل هذا المشكل بشكل عاجل وسريع. وشدد بايتاس على أن الحكومة لا تستهدف من هذه العملية سوى إصلاح المنظومة التعليمية وإصلاح المدرسة العمومية لفائدة أبناء المغاربة. إسبانيا ترسل سفينة حربية إلى جزيرة النكور المحتلة تزامنا مع زيارة ألباريسا إلى الرباط. أبحرت سفينة عسكرية إسبانية تحمل اسم ميتيورو في مياه صخرة حسيمة المحتلة والمعروفة باسم جزيرة النكور حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسبانيا يوم الخميس. وحسب ذات المصادر فإن السفينة الإسبانية شرعت في نشاط استطلاع في مياه صخرة الحسيمة حسب ما أفادت به البحرية الإسبانية. وتعد هذه المنطقة إلى جانب مياه جزر شافريناسا وألبورانا وبيريخيلا وجزيرة بينيون دي فيليز دي لا غوميرا، وهي جزر قريبة من سبسا ومليليا من الصخور المحتلة من قبل إسبانيا ويطالب بها المغرب. وحسب ذات المصادر الإعلامية الإسبانية فإن سفينة ميتيرو ستقوم بمهام ضمان أمن ورفاهية المواطنين الذين يقطنون بتلك المناطق. ويتزامن هذا مع الزيارة التي يقوم بها وزير شؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى المغرب، حيث من المنتظر أن يلتقي نظيره ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. وزير الصحة يفجرها، مابقاش عندنا الحق نقول للمواطن المغربي سير جيب الماتريال ديالك للعملية وأجي نفتح ليك. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أي طالب أن الوزارة لم يعد لها الحق في طلب المواطنين لاقتناء الأجهزة التي تتطلبها العملية الجراحية. وأضاف خالد أي طالب خلال أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة سوس ماسا، مابقاش عندنا الحق نقول للمواطن المغربي سير جيب الماتريال ديال العملية وأجي نفتح ليك. أيس طالب ذكر أن الأمر انتهى والوزارة عقدت اتفاقيات لتوفير مستلزمات العملية الجراحية مثل القبص. وزير الصحة أكد أنه ابتداء من سنة 2024 لن يؤدي المغاربة الضريبة على القيمة المضافة حينما يشترون الدواء، وبالتالي فإن الأسعار ستنخفض. خالد أي طالب شدد على أن المرضى من الآن فصاعدا لا يجب أن يظلوا ينتظرون الاستفادة من خدمات أساسية مثل السكانير. ما رأيكم في هذا؟ خبر جدا مفاجئ، المغرب ضمن أكثر 10 وجهات الأكثر بحثا عنها عبر محرك البحث جوجل خلال سنة 2023. حل المغرب ضمن أكثر 10 وجهات عالمية تم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل خلال السنة الجارية 2023 وفق ما جاء في التقرير السنوي الذي ينشره جوجل والذي يتم فيه إحصاء أكثر الكلمات التي تم البحث عنها من طرف مستخدمي الإنترنت في العالم طيلة السنة. ووفق نفس المصدر فإن المغرب حل في المرتبة العاشرة ضمن الوجهات العالمية التي تم البحث عنها بكثافة من طرف مستعملي المحرك البحثي جوجل في العالم، وقد ساهمت العديد من العوامل
في ازدياد الاهتمام بالمملكة المغربية، من بينها أحداث هامة مثل كأس العالم في قطر الذي نظم في أواخر العام الماضي وزلزال الحوز في الشهور الماضية. وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوقة في كأس العالم لكرة القدم، حيث وصل إلى المربع الذهبي كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز، وهو ما رفع شهرة المغرب بشكل كبير بالنظر إلى أن عدد متابعي المونديال يعدون بالملايير. وكانت صحيفة دايلي ميل البريطانية قد قالت في تقرير لها بعد المونديال إن المغرب يتوقع أن يعرف طفرة في القطاع السياحي بفضل تزايد رغبة السياح في العالم في اكتشاف هذا البلد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 وبلوغه للمربع الذهبي في كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك. وحسب الصحيفة البريطانية فإن اسم المغرب ذكر في الإنترنت خلال شهر المونديال بحوالي 13 مليون مرة، في حين أن المعدل كان ليتجاوز 500 ألف مرة في شهر واحد لاسم المغرب، وهو ما يشير إلى أن المغرب تم تداوله على نطاق واسع مما أعطى شهرة للبلد. وأضافت دايلي ميل إن هذا البحث عن اسم المغرب وتداوله على الإنترنت سيساهم في دفع عدد كبير من السياح في العالم للقيام بزيارة هذا البلد، مشيرة إلى أن مراكش تبقى هي نجمة المدن المغربية التي قد تستقطب أكبر عدد ممكن بالنظر إلى شهرتها ومؤهلاتها السياحية. هذا وكان المغرب قد استأثر باهتمام العالم في شتنبر الماضي جراء زلزال المميت الذي ضرب منطقة الحوز وأدى إلى 3000 قتيل، كما ساهمت التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية وتضامن الشعب في التخفيف من تداعيات الزلزال في إثارة إعجاب شريحة عريضة من المتابعين في العالم. حكومة أخنوش تؤكد أن الحوار متواصل مع النقابة التعليمية لتبديد المخاوف واستئناف الدراسة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس إن الحكومة عبرت منذ البداية عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابة التعليمية، وقد أعلنت عن تجميد نظام الأساسية على أساس معالجة مختلف النقاط الخلافية فيه في أجل لا يتعدى 15 يناير المقبل. وأكد بايتاس خلال ندوة صحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس أن الحوار مع النقابات أسفر عن اتفاق 10 دجنبر، والحوار متواصل من أجل تبديد التخوفات المرتبطة بالنظام الأساسي بهدف عودة استقرار الموسم الدراسي واستئناف الدراسة بشكل طبيعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة حاورت النقابات وتدارست جميع النقاط الخلافية التي عمرت لسنوات، وكان لها ارتباط بالتعويضات والترقيات، وتم التوصل إلى اتفاق والنقاش لازال مستمرا لكي ندرس هذه التخوفات المرتبطة بتجويد النظام الأساسي لحل هذا المشكل بشكل عاجل وسريع. وشدد بايتاس على أن الحكومة لا تستهدف من هذه العملية سوى إصلاح المنظومة التعليمية وإصلاح المدرسة العمومية لفائدة أبناء المغاربة.